صباح الخير عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نصبغوا العماره وما بعدين، يعني العماره يعني غادي تاخد واحد الوقت ديال شهر ديال الصباغه. هنايا عندنا البالكون ديال الواجهه والبالكون ديال الجهه ديال البيبي ديال الدراري الصغار، هذاك هو الاخر. غادي نبداو بهاد الواجهه يعني لانه هذه اللي كتطلع على الشارع. غادي نبداو الصباغه. حنا واخا يلا صبغنا هادو فاش يلا تحولنا، ولكن العماره ما تبغاتش شي 8 سنين دابا، لذلك فغادي يصبغوها. داروا اللون، بداو في الجهه الاخرى ولكن اليوم وصلت الجهه ديالنا حنا، لذلك خاصني نخوي هاد البالكون هذا. الطبله غنغطيها وغادي ندير الكراسه فوق هنايا، المهم اليوم عندي تماره وخصني نحيد هادشي كامل، هادشي كله اصلا كريم ما بقيتش قابلته، هذا كريم. غادي والله ما عرفت واش هادو حتى هما نحيدهم تيصبغوا بلاصتهم ونعاود نردو، والله ما عرفت شنو غادي ندير. المهم نحيد هادشي كامل باش تخوى ليهم البلاصه. نحيد هادو اللي معلقه انا هنا ونحيد هادشي. الكليمات ما عرفتش واش حتى هما غادي تحيدو باش تصبغ تحت منهم، ما عنديش فكره ما عرفتش كيفاش غادي يديرو لهنايا هاد البلايص من ورا هذا، يعني فهاد الدخلات اللي هنايا يعني كيبان هكا من الجنب. غنشوف واش غادي يديروا. المهم عندي هادشي كامل خصني نحيده. غادي نهبط دابا نيت نتقدى شي حاجه خاصه يعني باش ما نبقاش نعاود هكا نبدا في الماكله ونلقى الحاجه ناقصه. غادي نهبط نتقدى وفي نفس الوقت نوريكم اللون. هادو هما الالوان اللي اختاروا. المهم حنا ما كناش فاش اختاروا دوك اللوينات الاولين بالكري والفحل القهوي هذا، قالوا زعما باش يتهرس اللون، ولكن هاد الالوان يعني ما غاديش يكونوا، غادي يكونوا هادو. من بعد ما جينا وهذا جي عطاهم هاد اللوينات، اصلا هما اللي كانوا داروهم في واحد البلاصه في الانشاءات فاجبوهم وهما اللي تم عليهم الاختيار، هما اللي غادي يكونوا. كان في هاد اللون هذا من الفوق اللي ضرات بالشتا، دابا غيولي هاد اللون هذا اللي كتشوفو هنايا الكري. وكيف شفتو حتى في الوسط دارو في دوك السرجمات اللي كانوا مدورين، دارو هادوك بالالمنيوم مربعين. اما دابا بغيت نشارك معكم الموديلات اللي حطيت لكم في الصفحه ديال نيفري سنتاكما اللي هو الكويت اللي كيجي على هذا الشكل هذا، والبيكيتاكما اللي كيجي غير غطا عادي. غادي نشرح لكم الفرق بيناتهم اللي حطيتهم لكم في الصفحه ونعطيكم كذلك حتى الاثمنه والعبارات. الوغ هذا الموديل الاول ها هو كيفاش كيجي، هذا البيكي تاكما، ها هما العبارات، يعني البيكي فيه 210 على 230، المخاد البسادة كاينين جوج 50 على 70 ستاندر، والغطاء فيه 240 على 260. انا غنوريكم هذا هو الاولاني البيكي تاكما باش تفهموني علاش كندوي. هذا يلا صرفت منه واحد، دابا نخلي لكم الموديل ديالو. هادو كيديرو 550 درهم، كاليتي زوينه بزاف، كاليتي انا هادو هما اللي كنستعمل الاستعمال اليومي. هانتوما شوفوا معايا هنا المخطه ديالو، هاهي كيفاش كتجي على هاد الشكل هذا، ها هي الثوب ديالها زوين بزاف 100% قطن، ها هي الوسادة ديالو، بالنسبة للوسادة الثانية هي كذلك نفس الشيء. وكيجي معاهم ليزار ديال جوج الاشخاص كبير، ها هو هذا هو الشكل ديالو. وكيجي هذا اللي هو البيكي، هذا هو التوب ديالو كيفاش داير، هذا كيجي شويه واقف يعني ما كيجيش، كيجي شويه غليظ ماشي بحال ليزار. هذا انا غنحلو لكم تشوفوا معايا، يعني هذا كيجي ثقيل، هذا غطاء ديال الناموسيه باش هنا الاتراك ما كيخليوش الناموسي غير ليزار بوحده، ضروري كيكون يعطيك ارتسو يعني الغطاء ديال الغطاء، ما كيسوقاش الناموسيه هكا بوحدها. ها هو هذا بحال نفس الشكل ديال المخاد غير هو ماشي نفس الثوب، ها هو كيفاش كيجي شويه ثقيل، يعني طقم كيجي متكامل، هانتوما شفتوه معايا طقم كيجي كامل وكيجي بحال هكا في الصوره، كيجي في الناموسية يعني كتغطى الناموسية هكا. الغدا غير غطا، هذا غير غطا.
دابا ندوز معكم الموديل الثاني حتى هو نفس الثمن. ها هو كيف كيجي هذا الموديل الثاني. ها هو كيف كيجي حلو معكم 100% قطن حتى هو عبارات شي غير هذا كويت كيف قلت لكم الماركه ديالهم زوينه بزاف يعني انا عندي موديلات اللي واخده عمرها 3 سنين من هون صبت من ورا ديالها زوينين هانتوما فيه الخطة ديالو انا نوريلكم بوحدها كيف كتشوفوا في الصورة في الانستغرام انا علاش كنشارك معكم باش تشوفوا الموديل انه كيف كتشوفوا في الصورة في الانستغرام كيف هو في الواقع هانتوما شوفوا معايا 100% قطن هادو كيجي الديكور يعني غير في الجناب باش كتجي الشكل بحال في الصورة يعني هاد الديكور ديالهم كيجي غير هكا غير في الجناب ومعاه كذلك ليزار هذا ليزار ديالو في الغوز هكا ليزار سامبل غوز هنا مخطة تانية وهنا كيجي نيفري سينتا كومون اللي هو كيجي هكا من الجناب هانتوما اللور ديالو جيشات معاكم الواجهه الاولى كتجي هكا في الغوص الواجهه الثانيه كتجي مخطه في الغوص ها هي والواجهه الثانيه ها هي كيف كتجي بحال الشكل ديال المخده هذا كيتخدم على جوج جوي يعني كاليتي 100% قطن وحتى الناس اللي ما عجبهمش كاين الامكانيه حتى ديال الاعاده ديال المنتوج وكيرجعوا لكم الفلوس ديالكم ها انتم شوفوا معايا هذا اللي شفتوا معايا في الجناب فيه فيه الصدف باش لداخل كدار الكويت وكيتسد وكيجي المنظر ديالو فعلا الجوده والمنظر كاليتي شي حاجه زوينه بزاف يعني هادو مشاو منهم بزاف كذلك البيكيتا كما راه لقيت واحد الموديل ديالها البيكي اللي هي غير الغطاء غير غطاء رقيق ماشي رقيق يعني متوسط فات ليزار شويه الموديل الاول اللي وريتكم يعني هذاك هو البيكي طاقم يعني الطاقم ديال البيكي هذاك انت من واحد الموديل ديجا صيفطو دابا غيكون وصل للمغرب الا لقيتو غنخلي لكم الصور ديالهم هادو فيهم لوينات وشكيلات مختلفه غادي تلقاوهم في الانستغرام والاثمنه الثمن يعني ديالهم 550 درهم مكتوب وايضا نوع القماش وايضا العبارات واخا شاركت معكم دابا يعني في الصفحه اللي شاركت معكم كنعاود نوريها لكم فيديو مباشره في القناه اما بالنسبه للكورونا الطريه هي طاريت وهذا انا غادي نوريهم لكم حتى هو باش تشوفوهم عن قرب اما بالنسبه للاثمنه فغادي تلقاوهم في الصفحه ها نتوما شوفوا معايا موديلات رياضيه انا غادي نوري لكم نحلي لكم التليفون ها هو كيف كيجي كيجي من هنا ترونسبارون في حتى هاد البلاصه يعني كيف شفتوا في الصوره كيف داير نفس الشيء هادو فيه حتى هو موديلات فيه موديلات مختلفه وكيجي نفس الشكل اللي في الصوره هادو ديال الرياضه اما كاينين الموديلات هكا اللي كيتلبسوا تحت الجلابه نوريكم هانتوما شوفوا معايا موديلات كل حاجه راني كاتبه لكم الثمن ديالها في الصفحه هادو راه كيف كتشوفوهم يعني انا غنحل لكم هانتوما 100% قطن كيف كتشوفوهم في الصوره هانتوما شوفوا معايا الكاليتي كيف كتشوفوهم كيف هما هانتوما نفس الشيء اللي في الصوره هانتوما نفس الشيء ما كاينش شي فرق حتى الكاليتي والجوده ديال الثوب راه واضحه 100% قطن هانتوما شوفوا معايا دوك كيجيو هكا حتى هما زوينين كاين يعني موديلات عديده في هاد الكولونات هانتوما كاين هذا اللي سامبل حتى لتحتو فيه شويه ديال الدونتيل كاين اللي كيجيو هكا ناس هذا منو موديلات كاينين هادو ايضا اللي كيتلبسو تحت الجلالب
في الالوان. هذا في الكحل ديالو كيجيو غير من الايدين ومن الكمام دونتيل اللي كتبتو تحت الجلالب. هذا ها هو نصكم البياض. هذا تا هو بحال هذا اللي كتوريتكم نفس الشيء او بحال. ممكن موديلات يعني عديدة. اما بالنسبة للقاشر هذا دوك الترانسبارون اللي شفتو في الصفحة هما كيفاش كيجيو. شوفو كيفاش كيجيو هانتوما. ومن تحت على هذا الشكل. هذا وكاينين هادو موديلات لي ترانسبارون ديالهم جا هنا بالكحل. وهادو ها هما ترانسبارون ديالهم جا بالكحل. والزواقة اللي فيهم الفوق حتى هي مختلفة. المهم انا كتب عليكم كل هذا على حسب الموديل. هذا موديل 6 هما فيهم لبينات مختلفة. هادو كيجيو في الكحل على هذا الشكل هذا، ولكن في الرجل كيبانو مختلفين. هما كيفاش كيجيو. ومن الجناب كيكونوا هكا. هادو حتى كيتلبسو اش كيبان الموديل. المهم هادو فيهم موديلات بزاف، راه غادي تشوفهم في الصور. هادو هاد الموديل ها كيفاش كيجي. ها هذا اللي كنت وريتكم قبل، ها هو كيفاش كيجي. هذا الموديل 6 بحال هذا اللي وريتكم دابا. ها هو السناب كيبانو بحال هكا. هيا كاينين حتى تقشرة ديال الوليدات الصغار. هادو راه ديجا كتوريتهم ليكم، ولكن هادو عاود خديت منهم لان هادو الاولين راني صيفطتهم. هادو فيهم في اللوينات بحال في البيض والزرق. كاين حتى الموديلات اللي بحال هكا اللي كيجيو هكا. المهم هاد المرة لبت جبت هادو مع البوندو ديالهم. هما كيفاش كيجيو. كيجي البوندو ها هو مع الليبة. ها هي كتجي هذا في الزراق. كاين هذا اللوين هذا. انا نحل لكم واحد باش تشوفوا كيفاش دايرين. شوفوا الموديل هذا هو البوندو. راني ديجا وريته لكم. ها هو ها هو كيفاش كيجي. وها هي الليبة كيف كتجي حتى هي. كتجي بها هادي هكا في الرجل. كاليتي ديالهم مزيانة، الجودة ديالهم عالية. هاهما كيف كيجيو. المهم غير بغيت نشارك معكم الموديلات اللي عندي حاليا. فما كدوز عندي شي سلعة كيف كتليكم راني كنشاركها معكم. وايضا بالنسبه للناس اللي ما عندهمش يعني الانستغرام فكيشوفوا المنتوجات عندي هنايا في القناه. وكيطلبوا غير باغ واتساب، راه كنحط لكم الرقم ديال الواتساب. وايضا كنحط لكم الصفحه في الكومونتير الاول.